مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بلس اي ان. قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه باش يوصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. القاضي وليد الوقيني يخرج عن صمته ويدافع على رئيس الجمهوريه قيس سعيد بعد ما حركه النهضه طالبت رئيس الجمهوريه معناها باش يفيدهم تقارير طبيه على حالته الصحيه ومداركه العقليه، الاكثريه في مداركه العقليه، خاطر قبل بخمسة شهور تنشرت ثم اوردونونس تابع رئيس الجمهوريه مكتوب فيها قيس سعيد انه يستعمل في دواء تقولوا احنا معناها انسان بيرتربي على اعصابه، وقالوا زاد مجلوط، اي نعم مجلوط قبل، وزاد حتى في الحكم نتاعو تاو معناها في الريسك. وكيما تعرفوا التسريبات نتاع نادي عكاشة اشتوى اللي قاعدة تحكي فيه ودي جاهي معها في القصر قرطاج، قالت انه صارت ديبريسيون قبل وباقي عدي وتو ما عادش يحب معناها يستهلك الحراب باش نتاع المدارك، والحديث هذاك معناها الكليكا والطبيب نبه لي لو كان ما يستعملش الحراب باش يدخل في ديبريسيون. على ذيك اليوم معناها وتوجهت عدة تهم اللي نادي عكاشة معناها ملفقة الحكاية ذيك الكليكا مش يشلكوا رئيس الجمهورية ويطيحوا من قيمة الدولة وقيس سعيد، وهكا قيس سعيد يفقد ثقته اللي اعطيها له الشعب، وهكا معناها يرجعوا لقدم يرجعوا يشدوا الحكم. بو انا حكيت لكم الحكايه هذه تو باش نعطيكم التدوينه اللي كتبها القاضي وليد الوقيني، اكتب وطالب بتقرير حول الحاله الذهنيه لرجل الغنوشي والحاله الصحيه لاحمد نجيب الشابي، تقرير بتقرير واللي يلعب ما ينغرش، ما هو الديمقراطيه تسمح لكم تطالبوا بحاله الرئيس، نفس الديمقراطيه تسمح لي بنفس الطلب. طبعا مبدئيا اعتبره تقريرا عادي الا اذ اثبت الطب عكس ذلك. كما قاعدين تسمعوا القاضي وليد معناه وجه رسالته الحركة النهضة وراشد الغنوشي، خاطر هما بطبيعة معارضين حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد ومسميله بالمنقلب اللي هو منتخب من طرف الشعب. ما نعرفش علاش يقولوا فيه لك لماذا يستهبلوا في العباد ولا خلينا نسموا الأسماء بمسمياتها. رئيس الجمهورية قيس سعيد منتخب من طرف الشعب، ما نعرفش علاش حركة النهضة قاعدة تقول اللي هو منقلب ومغتصب للحريات وللديمقراطية. هذا ديما الكلام اللي قاعد يدور حاسي لو ما نطولش عليكم، نرمو حكيت لكم اللول شنو اللي قاعد يصير وبعثت لكم التدوينه نتاع وليد القاضي وليد اللي ساند في رئيس الجمهوريه قيس سعيد، واكيد هو معارض حركه النهضه خاطر يعرف برشا قضايا وبرشا دوسيات كبار المواطن بطبيعه ما يعرفهمش، حتى سياسيين في الدوله ما يعرفوهمش، خاطر قاضي كي نقولوا قاضي ساند في رئيس الجمهوريه معناها حاجه كبيره ويعرف الدواليب الكوليكا بطبيعه وفي صلب الدوله. حاسي لو ما نطولش عليكم ان شاء الله تكون مفهومه المعلومه، ما تنسوش تعطوني رايكم على الكلام اللي قاله القاضي وليد، وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.